عالم مغربي استثنائي وقامة فكرية وفقهية شامخة، مزج بين التعليم الأصيل والعصري، وكان من رواد النهضة المغربية الأدبية والفكرية. الشيخ محمد بن شقرون قضى حياته في تفسير معاني القرآن بالفرنسية، ووضع معجم معاني القرآن الكريم لتصحيح صورة الإسلام النمطية في الغرب. في رصيده أزيد من 30 كتاباً باللغتين الفرنسية والعربية حول عظمة الإسلام وتاريخ المغرب. ولد الراحل في 1932 بمدينة مراكش لأسرة علمية. والده أول مدرس للغة الفرنسية في المدينة الحمراء، ومحمد بن شقرون أحد تلاميذ العلامة الراحل المختار السوسي. أتم حفظ القرآن في سن مبكرة، وحفظ بعض أمهات الكتب في النحو والفقه كالآج الرومية. حبه للعلم أوصله إلى الشهادات العليا، أبرزها دبلوم الدراسات العليا المغربية والفرنسية عام 1956، البكالوريوس في الآداب وعلم النفس عام 1961، دبلوم الدراسات العليا في فرنسا، وفي عام 1974 نال دكتوراه السلك الثالث بفرنسا ودكتوراه الدولة في الآداب بالجامعة الفرنسية، وأهله مساره العلمي والمعرفي للفوز بجائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية لعام 2013. وحظي بن شقرون بإشادة من الأكاديمية الفرنسية العريقة تقديراً لجهوده الفكرية واجتهاداته في ميادين العلم والمعرفة الثقافية والتعليمية. ويعد كتاب القرآن الكريم تفسيره وترجمة معانيه إلى اللغة الفرنسية أبرز إنتاجاته. استغرق منه 10 سنوات من العمل والجهد، وهو بحسب الباحثين أول ترجمة دقيقة لمعاني القرآن إلى الفرنسية. وصدر هذا العمل في 10 أجزاء، والطبعة الجديدة صدرت في 3 مجلدات في فرنسا. ترك الفقيه والعلامة إرثاً غنياً في الفكر والثقافة والترجمة والأدب والتاريخ، وأشهر مؤلفاته البيئة المغربية ومظاهرها الثقافية، العبادات في الإسلام ومظاهرها السياسية والاجتماعية والتربوية، القرآن الكريم تفسيره وترجمة معانيه إلى اللغة الفرنسية في 10 أجزاء، والطبعة الجديدة في 3 مجلدات بفرنسا، وفن الطبخ في الأندلس والمغرب، تحقيق مخطوط لابن رزين السبتي التوجيب. ما رأيكم في قراءة شيء للعلامة لتتعرفوا إلى فكره؟